معذرة عشان ما تكون تأذيت من وقعة امبارح بالميكرو. رجاءً وقت يكون عندك سؤال تسألني اياه وقت تكون عم بعطي الدرس بالصف أو بالوقت المخصص لأسئلتكم بغرفة المدرسين وبس، مفهوم؟ عسر رشا يوسف شو عم ساوي عنه بالحارة؟ أنا بيت عمي ساكنين هونيك بآخر الشارع. هاتي عمي. لا ماشي ما في مشكلة. لا ما بصير تحملي وأنا موجود، ما بصير. عسر رشا أنت زعلانة مني شي؟ لا ليش هيك عم تحكي؟ أنا بسبب الطريقة اللي حكيتيني فيها امبارح بالمدرسة حسيت إنك زعلانة مني أو شي. أنا آسف إذا بدون قصدي أذيتك أو لا، يعني أنا ما بعرف شو بدي أقول لك، بس أنت بتعرف إنه من المدرسة الطلاب بيحكوا في حال إنه إذا أنا وياك وقفنا بطريقة هيك لحالنا أو حكينا بطريقة شوي ودية، يعني ما عم تفهم علي؟ في حدا لاحظ شي يعني؟ لا ما حدا لاحظ شي، بس أنا ما بدي حدا يلاحظ شي. يعني أنت بتحسي كيف أنا بطلع فيكي طول الحصة ما؟ يوسف أنا آنستك وما بسمح لك أبداً تحكي معي بهالطريقة. مو إذا مرة وقفت حكيت معك بموضوع أو سمحت لك تحمل عني الأغراض معناتها في شي ببالي اتجاهك. بس أنا عم بقرأ بعيونك شي تاني. يوسف الزام حدودك، أعطيني الأغراض لو سمحت. أنا خطبتي الأسبوع الجاي وجاي إلك مشان شيل صورتي من على الفيسبوك. ومين حتتجوزي؟ دكتور عايش بألمانيا. أنا آسف مشان الصورة، أنا عن جد كنت ناوي قيمة بس انشغلت كتير بآخر فترة، بس بوعدك رح قيمة اليوم. طيب يلا بخاطرك ديري بالك على حالك.